أول مسلسل زواج بالإكراه، كلميني عن دورك بقى في المسلسل والأحداث بشكل عام. حلو، قصة اجتماعية متسلطة الضوء على رجال الأعمال، بس بشكل يعني مو أنت تدري دائما يطلعون رجال الأعمال حرامية ولا لا، هذا ينطيك تعب رجل الأعمال العصامي ويعني زينة، زينة هي طالعة بنته، وهذه تحرق الأحداث، تنصاب بالإيدز، فيضطر أبوها يزوجها لشخص ما بالإكراه، ومن من هنا جاءت يانا يانتي مع النجمتين بقى اللي نقول إيه، عملوا مع بعض ديو أكثر من رائع. عايزين نعرف منك بقى سمية الخشاب وفيفي عبده. أنا يعني دوري دور عجوز وحالة إنسانية، يعني فيفي من خلال الحارة تتعامل معها بإنسانية، تسبحها، تحبها، تمشط لها.